بالدورات التالية نحن 65 ولا ونحن لسنا بحاجة إلى نصاب. إيه هذا هو مثل ما عم يفسروا أول غالبية بالدورة الأولى 86 عم نقول الدورة الثانية 65 من دون نصاب. هذا هو سيدتي الكريمة، هيدا الموضوع عندما نأتي إلى وضع مسار الدستوري عم نجي على المسار الدستوري، بعدين كيفية إتمام الانتخاب يتم من خلال هذا الاسم أو ذاك. ليش الاعتراض بهيدا التوقيت بالذات سيدتي؟ لأنه صح هو بالجلسة الأولى طرح النائب سامي الجميل هذا الأمر وقال له رد رئيس المجلس أنه كما حصل وقت انتخاب العماد ميشيل عون رح يصير هلأ، والنصاب هو 86 ينطلق النصاب عند افتتاح الدورة الأولى من الجلسة اللي بتكون معينة بهذا النهار. سيدتي أنا قلت في شيء واقعة جديدة، الواقعة الجديدة اللي عم بحكي عنها خلو سدة الرئاسة، هذه الواقعة الجديدة عم نجرب نخلق شيء مزبوط. بس أنا عم بقول أنا اليوم دوري مش أبقى جامد أمام انسداد الأفق، عم بجرب أنا أطلع بشيء، وهيدا الاقتراح موقف قانوني، هيدا الاقتراح الموقف القانوني عم نعرضه، لم نقدر نفرضه ولم نقدر نعمل شيء، إنما نضعه أمام الجميع كي يكون سبيل لخرق الأفق. ما في جدل، ما بتوحدوا صفوفكم انتم كتغييريين. سيدتي الكريمه بدل ما تساليني هذا السؤال، سيدتي الكريمه يلي بيجيب 108 بلجان الانتخاب اللجان البرلمانيه خليه يجيب رئيس جمهوريه، وما تطلعوا علينا وتقلبوا المعايير، هيدا امر مش مقبول. بقى اليوم وقت القوى التقليديه بتعرف تنتج لجان ب 108 و 110 وبتحملونا مسؤوليه لإلنا انه نحن ما عم نعرف ننتج رئيس جمهوريه، بتقل في منطق شكراً معكوس. شكراً. أنا بس حبيت أضيف في الأيد والآل وزميلي، وإنما في قانون، في دستور، في فوق الدستور هو الوطن ومستقبل الوطن. إذا كان الدستور ما ينص عليه الدستور شيء ومستقبل الوطن شيء آخر، لما وصلنا لفراغ بالرئاسة الأولى وفراغ بالرئاسة الثالثة، فراغ بالمؤسسات، بالأمن، بالاقتصاد، بعدنا عم نطرح دستور ما ينص الدستور أو ما نطرحه هو المسؤولية. اللي عم بيمارس حق تينتخب بورقة بيضاء له حق يتخلى عن اللي بده اياها وينسحب، بس بالمسؤولية ما له حق يتخلى عنها. المسؤولية هي إجباري يلتزم فيها، إذا كان مؤتمن النائب هو مؤتمن عن الأمة، اللي بيفوت لجوا لا ينتخب وينسحب بهذه الظروف المصيرية يتحمل مسؤوليته. مفروض الحل يكون جوا، اللي هي فوق الدستور واللي هي مستقبل الوطن، يفوت لجوا كل النواب، ممنوع حدا يطلع، تتحول الى حوار والى انتخاب. اذا كان اللي عم بيقول اذا فتنا لجوا بدنا نجيب رئيس بالاكثريه، لا، بنعمل حوار بالاكثريه، فليكن الحوار داخل قبه البرلمان. نعم، شكرا لك. ممنوع حدا